السلام عليكم، صباح الخير، يعطيكم الف عافيه حبايبي. عندي لكم اليوم عدس مكشن في البيت. طبعا هنا هذا العدس، كاس عدس حطيته مع مويه بس فقط لحد ما غليب استوت. هذه هي، بقي شويه مويه فيها، اروح احطها على جنب وابدا اكشن حقه العدس. هذا سمن نباتي، سمن نباتي. نحط البصل، طبعا حبة بصلة كبيرة، مع فلفل الرومي بس يتحمروا شوية. هذا بقى البصل يبل. نحط الثوم، هنا عندنا ملعقة كزبرة، ملعقة شبت. هنا طبعا حسب الرغبة فلفل حار وملح. ملح طبعا خشن انا حطيت، انا افضل دائما الملح البحري. طبعا زي ما انتم شايفين حبايبي، راح احط تقريبا ملعقتين معجون طماطم، احركهم معاه كذا شوية. طبعا حبايبي احط من نفس المربى حقت العدس زي ما شايفين كذا، عشان تكون فيها شوية مرقة، نسهل معايا الخلط بهالطريقة. خلاص بعد كذا ابدا احط العدس كامل. هذا هو، لما يبدأ غليان خليه 5 دقايق وبعد كذا نطفي عنه يكون خلاص مستوي. بسم الله، هنا نحط طحينة، طبعا على حسب الطلب. عندي كمون، هنا فلفل أسود، في ناس ممكن يحطون زيت أو سمنة أو زبدة. يا سلام يكون جانب الطبق العدس هذا شاهي بالنعناع، يم يم يم. طبعا حبايبي المكونات والطريقة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، ودمتم سالمين من مطبخ حلوم، وفي أمان الله.